طيب أروح لموضوع تاني، وأنا هنا عايز أوجه رسالتي لبعض الشخصيات المعروفة على السوشيال ميديا وفي البرامج. فكرة إن في نادي كبير بيمثل مصر اسمه النادي الأهلي، فلما يكون في مباراة في بطولة قارية حضرتك بتسمع إن الناس بتتكلم، المعلقين والمحللين وكل الناس بتقول إيه؟ النادي الأهلي المصري. يعني النادي الأهلي ده هو ممثل مصر. المباراة الأخيرة مباراة مازيمبي، الأهلي المصري ضد مازيمبي الكونغولي. يعني كل فريق بيمثل بلده. طيب حضرتك مش هتشجع النادي الأهلي، ده حر، ما عنديش مشكلة، مش محتاج منك إن أنت تشجع النادي الأهلي، ولكن بلاش تظلم وتنتقد بدون أدلة. يا جماعة، فوز النادي الأهلي على مازيمبي أظهر بعض الحاقدين. وخلي بالكم الحاقدين لازم نصنفهم أنا وحضراتكم، الهجاص والمطرود. دايما لما باجي أتكلم مع حضراتكم بتكلم عن الهجاص، كلنا عارفين مين الهجاص. طب المطرود، كلنا عارفين مين المطرود. دول اللي أنا دي يعني هفضل اتكلم عن هذه الامور كتير جدا خلال الفتره اللي جايه، وعمري ما هسكت، خلي بالكم. لانه المطرود زي ما حضراتكم عارفين، واحد اتطرد من النادي الاهلي وهو عارف كويس اتطرد ليه، من قطاع الناشئين. وهيموت ويرجع النادي الاهلي مره ثانيه، او كان يعني كان بيعمل كل حاجه عشان يرجع النادي الاهلي. كل سنه يطلع اشاعات ان هو كان ساعتها يعني ما بيلعب، يعني ان هو مرشح لتدعيم عشان يرجع يلعب في النادي الاهلي ويعتزل في النادي الاهلي. ولما اسمه فقد الحقيقه كل شيء، نجوميته وكل هذه الامور، وفقد الامل هو نفسه واعتزل، من يومها لغايه النهارده هو ما بيعملش حاجه غير النقد الغير موضوعي للنادي الاهلي والتقطيع في النادي الاهلي. يقول لك ايه؟ ان النادي الاهلي بيمثل نفسه مش بيمثل مصر. محدش طلب منك ان انت تشجع النادي الاهلي، لانه تشجيع النادي الاهلي هو شرف لاي حد، واعتقد ان تشجيع النادي الاهلي هو شرف لكل الاهلاويه امثالك، لا يستحق هذا الشرف من وجهه نظري. فدايما ناخد بالنا من الهجاص ومن المطرود، ونخلي بالنا من طريقتهم واسلوبهم في الاعلام. هنفضل نرد عليهم واحده واحده كده، وهم بيبعتوا لنا مسجز من طريق القنوات اللي هم بيعملوا فيها، بس انا ما بردش على كل المسجز اللي بيبعتوها، ولكن انا برد على ما يخص النادي الاهلي بشخصي. اعملوا اللي انتوا عايزينه وقولوا اللي انتوا عايزينه، ولكن عندما تتكلم عن النادي الاهلي يجب ان تعلم انك تتكلم عن الافضل والاعظم وكل حاجه حلوه في مصر من الناحيه الرياضيه. فتشجيعنا للنادي الاهلي هو شرف لينا، حضرتك لا تستحق هذا الشرف. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن ماهر همام والنجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير.